بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما فكيت اللابتوب كله عشان كان في صوت في المروحة، فأنا هالحين تقريبا يعني نظفت المروحة من هنا، فبدي أحاول أرجعه زي ما كان إن شاء الله وأشغله. وإذا شغلته كله تمام معناتها أنا بفهم، إذا ما شغلته وراح علي اللابتوب يكون بعوض علي الله. سو الحين راح نبدأ بمرحلة الترجيع. أول إشي هنركب الأميرة من برا والله. أوكي، إذا بدي أرجع هذا هنا، لا أول إشي هنجيب الكيسين. ماشي، هنجيب الكيسين وننزله. أشوف، ركب. اللضم، اوكي، هاي الكيس انتركم. اوكي، الحين راح نقوم بترجيع بعض البراغي. لو احنا نظرنا هنا راح احط السي دي روم، اوكي، بهذه الطريقة، او لا ما بدي احطه، لا لسه، لا السي دي روم. فالحين بدي ايش احط البراغي. ثلاثة، هاي هنا في كمان ثلاثة. واحد تاع السيدروم، اثنين، لا، اوكي الحين برجع السي دي روم. اوكي، بعدين في إله برغي. دخل عكسي. اوكي، شدهم.
اوكي، هنا زي ما انتم شايفين تبع البطارية. اوكي، اوكي، طبعا هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز سوني فايو. اوكي، بدي واحد للهارد ديسك. يب، هنا مكان الرماد، فإذا انتو شايفينه هيو، فالكيسينج، هاي الكيسينج تبعهم. اوكي، الهارد ديسك لورا اولا، بعدين بنزل. تمام، اوكي. لا، بدي كمان براغي. اوه ماي جاد. اوكي، كيسين هذا تبع الهارد ديسك هيجي هنا. شو عندي واحد، خلاص تمام ان شاء الله. اوكي، هنشبك البطارية هالحين. ما بدي اعملها لوك انا. ايوه، لا سمح الله صار في اشي. تمام، عند الرجل. بسم الله. ايوه، اشتغل. طبعا عشان شلت الهارد انا لازم يعمل لي هذا، هقول له ستار ويندوز نورمالي. خليكم معانا كل لحظة بلحظة. اوكي، ترجمة
صوت شغال تمام. اشوف الماوس وينه الحين، ثواني. تمام، كان معكم بندلول، سلام.